بدي اقول لك شغله. انا في عندي شغله انبسط فيها انه عارف انا شو عندي وباللي عندها عم بشتغل. فهمت؟ عارف امكانيات وده قمة النجاح على فكرة. ان انا ابقى عارف شو اللي بقله النجاح إيه. هلا انت شو اللي بقلك كباية الشاي هلا مدلوقة على مخي كل شعراتي كلها واو زربة مزيت؟ بتديك جامد بتديك جامد ليك وقعت وقعت عاوز ان شاء الله ارجع بكرة هترجع يا محمد هترجع نطعت الهم وبقل معك وارجع تاني وقال لك يا حبيبي الله يخليك ترجع اقوى هالشيء كل ما يطلع حدا والله العظيم من 15 واحد سلموا لي على رافائيل وكذا رافائيل وكذا رافائيل وكذا بروح رافائيل وكذا مبسوط وبشكر ربي ليك هي نعمه واحد يمكن يكون كل يوم بضحككم كل يوم هيدا بس انه طول يوصل للعالم سائل بس ممكن عرفت كيف؟ مش هون خد فكره هلا بدك تعرف شيء انه مش الكل بحبك ما مأثر. وانا كمان يمكن مش الكل بحبني وانت كمان مفيش حد وين برا؟ ايه في اشخاص اكيد في عم يحن ما انتقدوني لهون وصلت ايه في اشخاص قال لي في بيكرهوك وبيكرهوك انا كل 10 تويتات بستلمهم لازم في تويته تتكلم عن مشكله لا لا المشكله ممكن اكون عملتها مع مرتين ايه مدام ميري دي انا بعتبرها يعني اسطوره واو اسطوره ده لو في كلمه اكتر من اسطوره اقولها والله ما بهزر اسطورتين ما فيك تعبر بالحكي ليك سدي انا مش عارف معك يا شو معك غنيه مش انا مش عارف يا عم مع مع عباس تقريبا نسمع عبالي اسمع ونعمل بس مش انا مش عارفني انا ما اعرفش هو عباس شالها فين معه بتعي باي جاي تعال تعال الدنيا وانا مكسورة عيني وليا ردت شقي احسن وبلعيني يا ما قدش عارفة ليلة ليلة انا عاوز اجيب مرق ما يكون اخده للسداء عاوز اجيب من البرودكشن اجندة وخلي كل الاساتذة يمدولي عليه احتفظ بيه اوريها لاحفادي تخيل انت هتقول لاحفادك انا كنت في ستار اكاديمي ما بال تعال يا زبدي تعال يا مول بت عايم على الذنب اللي ما عملتوش بت عايم بعلم والله قلت العب بسكت بدل الكافتني كل يوم مربطني